بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم الله بالصف الأول الثانوي على قناة نسر الأستاذات لشرح وتفصيل قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مسؤولون معك في شرح وحل مجموعة تدبير المنهج العام 2022 من كتاب المعاصر عام 2022، مستمرين مع الوحدة 9. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على الميني تيست اللي جاية على الفوكابلري بتاعها، وبدايتنا مع الميني تيست الأول. طبعا عندنا 5 ميني تيست جايين على الفوكابلري بتاع الوحدة 9. بدأنا إن شاء الله على صفحة 119 مع الميني تيست الأول، والعنوان قدامك كولوكيشنز أو المتلازمات اللفظية، ودي موجودة في نفس الصفحة اللي إحنا شغالين عليها زي ما قلنا في 119 رقم الصفحة ظاهر قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في التدريب اللي جاي. والتدريب اللي جاي خلي بالك بيقول لك اختار إجابتين علشان نركز في الحتة دي. واحد بيقول لك فيها يو كان دو ثينجز، يمكنك أن تقوم بفعل أشياء. ويل بطريقة حسنة أو جيدة، ولا سيريس معناها جاد، ولا جود معناها جيد ودي وقت شكل الصفة، ولا بيتر بطريقة أفضل، ولا باد بمعنى سيء. أنا عايز عندك حاجة اسمها do things well أو بيتر، تمام؟ خلاص كده، ما دي السياقتين المناسبين للجملة اللي قدام. في الدبلة فيها we say that someone does، نحن نقول أن شخص ما does إيه؟ does experience، does experience كلمة experience معنى حرفي ليها خبرة، experiences خبرات حياتية، experiments تجارب علمية، و friends أصدقاء، و research بحث. اللي ينفع أقول فيها do، أقول do experiment و do research، بمعنى يقوم بأداء تجربة ويقوم بعمل بحث. أدي معنى do experiment لوحدها و do research لوحدها. نتحرك مع الجملة رقم 3، ودي في منزلنا مع الميني تيست الأولاني. طيب she got frog friends، هي كذا اصدقاء، with all girls مع كل الفتيات، in her class في فصلها، she is sociable هي شخصيه اجتماعيه. طب مع كلمه friends اللي هي اصدقاء او صداقات اعملها ايه؟ اقول did friends ولا became ولا had ولا made ولا lost؟ عندك حاجتين ينفعوا. ينفع اقول she became friends يعني هي اصبحت صديقه او قدرت تكون صديقه، وبنفس الكلمه ممكن اقول made في نفس الصياغه، يعني اقول she became friends او she made friends، كونت صداقات، معناهم هما الاثنين كونت صداقات او اصبحت صديقه لكل الفتيات اللي موجودين معاها في الفصل. هنحرك الشاشه بقصد انك انت تعرف ان اللي جاي ده هنختار لها اجابه واحده. في اللي عدوا الثلاث جمل اللي عدوا كنا بناخد اجابتين، دلوقتي هناخد اجابه واحده، وده الهدف من ان احنا حركنا الشاشه عشان تنسى حكايه ان احنا ناخد اجابتين، هناخد المره دي واحده بس. I have never expected him to، انا عمري ما توقعت ان هو ايه، وبعد كده بيكمل such a big mistake، خطا مثل هذا، يعني مثل هذا يعني خطا كبير زي ده. طب نقول ايه معاها بقى؟ نقول become ولا do ولا make ولا ايه و see مع بعض. انت عندك حاجه اسمها make mistake، هي الوحيده الصياغه السليمه، make mistake بمعنى يرتكب خطا. في 5 اللي فيها a cigarette end، cigarette end اللي بيقول عليها عقب سيجاره زي ما بنقول احنا في اللهجه المصريه، the fire معناها الحريق والعياذ بالله. طيب lost فقد، started بدأ، became أصبح، ولا broke كسر، started the fire بيقولوا عليها a cigarette end started the fire، بمعنى هو بسجارة هو اللي بدأ الحريق، هو زي ما بيقولوا ايه السبب في الحريق يعني. ستة بيقولوا فيها engineers have، المهندسين مالهم بقى؟ a smart car سيارة ذكية، that runs on electricity تسير بالطاقة الكهربائية. طيب ايه اللي يناسب الفكرة دي؟ يناسبها built بمعنى شيدة، ولا missed فقد، ولا lost زيها في المعنى بالعربي، لكن طبعا في اختلافات جوهريه في اللغه الانجليزيه بينهم، failed بمعنى فشل. لا، هو انت عندك حاجه اسمها build كذا، نقول engineers build او built، طبعا من انها واخده شكل مضارع التام هي جايبه تصريف تام، يبقى المهندسين شيدوا سياره ذكيه. في 7 ولا فيها the research I have، البحث اللي انا ايه؟ I have ايه؟ كمل needed، تمام؟ a lot of time محتاجه الكثير من الوقت and effort والجهد. طيب الابحاث نقول عليها بقى I have become ولا done ولا made ولا A و C مع بعض. انت عندك حاجه اسمها do research بمعنى يقوم بعمل بحث، مفيش لها صياغه ثانيه تنفع غير دي. طيب نرفع الشاشه شويه عشان نشوف الجمله اللي عليها الدور، وهي 8 to have a peaceful life، عشان تحيا حياه كده فيها امان كده ويعني هاديه والدنيا حلوه يعني. don't ايه؟ ما تعملش ايه؟ negative feelings اللي هي بيقولوا عليها مشاعر سلبية towards anyone or anything تجاه أي شيء أو أي شخص. طيب يبقى أنت عندك هنا محتاج يبقى miss ولا do ولا build ولا have اللي يناسب إيه؟ عندك حاجة اسمها have negative feelings أو positive feelings، إن أنت يكون لديك
مشاعر ايه ايجابيه ابتدى ايجابيه او سلبيه، طبعا نيجاتيف او بوزيتيف ينفع الاثنين. فهنا جمله فيها بتتكلم عن فكره السلبي اللي هي بيقول عليها السلبي، المشاعر السلبيه، فنقول عليها هاف نيجاتيف فيلينجز. اجابتنا في جمله رقم 8. تسعه بيقول لك فيها a clever student never، الطالب الجيد الماهر never ابدا ايه؟ تيست، تيست يعني امتحان. طيب نقول عليه builds يا ابني، misses تمام، ولا loses، ولا fails. الطالب الجيد never fails a test، الطالب الجيد عمره ما بيفوته، او عفوا عمره ما بيفشل في امتحان، لان fails هنا بمعنى يفشل في الامتحان. اجابتنا في جمله رقم 9. builds معناها يبني، misses عندك miss اللي هي الفوضى والحاجات دي، وloses بمعنى يخسر كذا. لا، الامتحانات نقول عليها fail a test او pass a test، ما نقولش عليها lose a test، ما تنفعش خالص. في 10 بيقول لك فيها don't worry، ما تقلقش، I'll كذا the child home for you، عايز اقول له انا هاخد لك الولد ده البيت، يعني انا هوصله لك يعني. طب بيقولها take ولا start ولا break ولا have؟ انت عندك حاجه اسمها take كذا home، بمعنى يصطحب هذا الى المنزل، ياخده البيت يعني. طيب في 11 بيقول لك فيها you can avoid، يمكنك ان تتجنب ايه؟ your job، وظيفتك، by improving your skills، عن طريق تحسين مهاراتك. طيب تتجنب ايه؟ building، بناء، missing، فقد، ولا losing، ولا failing. خلي بالك ان انت عندك حاجه اسمها ينفع اقول lose a job، لكن ما ينفعش اقول miss a job. miss لما اقول ايه؟ I miss you، تمام، ينفع الحاجات دي، لكن lose لا، lose بتكون هي اللي تنفع مع الاشياء لهذا من هذا القبيل، lose a job. اجابتنا في جمله رقم 11. نتحرك مع الميني تيست الثاني، وده موجود على صفحه 121، وادي عنوانه قدامك اهو، سينونيمز اند انتونيمز، المترادفات والمتضادات. يبقى احنا هنا نشتغل على المترادفات والمتضادات، وهنشتغل مع اول 5 جمل هناخد اجابتين، لكن الباقي هناخد له اجابه واحده. نبدا بالجمله الاولى، طبعا هناخد زي ما قلنا من 1 لـ5 هناخد اجابتين. The words، الكلمات كذا وكذا اند كذا are antonyms، متضادات. مين في الداي في اللي جاي ده؟ كلمتين متضادين. succession المعنى الحرفي ليها جاي من كلمة success، يخلف، اللي هي معناها ان يكون حد خليفة لحد، تمام. طيب succeed معناها ينجح، failure الفشل، schooling اللي هو الدراسة، success النجاح. مين الكلمتين اللي عكس بعض في دول؟ failure الفشل و success النجاح، تمام. في 2 بيقول فيها children do not like a person، الأطفال مش بيحبوا شخص، الشخص اللي هو is cruel to them، اللي قاسي معاهم. The adjective cruel، الصفة قاسي، in the sentence is an antonym، مضاد لمين؟ يبقى أنا كده عايز عكسها، قاسي معناها وحش، عايز عكسها، يكون إيه عكسها؟ brutal اللي هي المعنى الحرفي ليها وحشي، ولا compassionate، compassionate معناها رحيم، ولا savage، savage معناها برضو وحشي أو إنسان بربري زي ما بيقولوا، merciful معناها رحيم، و unkind غير عطوف، غير طيب، يعني إنسان وحش. طيب يبقى انا كده عايز حاجتين عكس كرول، عايز كومباشنت بمعنى رحيم، وعايز ميرسيفول بتدين نفس المعنى برضو معناها رحيم. يبقى انا كده عايز كلمتين ماشي يدوني عكس كرول، قاسي، كلمه كرول معناها قاسي، عايز لها اتنين عكسها، عكسها كومباشنت رحيم، وميرسيفول بتدين نفس المعنى رحيم برضو. نتحرك مع جمله رقم 3، وبرضو لسه مستمرين مع حكايه الاجابتين. ولا فيها وي كان سي ذات سم ون هاز ستارتد، يمكننا ان نقول ان شخص بدا ايه؟ بدأ سكول، بدأ الدراسة، ولا بدأ ستارت ذا فاير بمعنى أشعل النار، أو هو اللي بدأ الحريقة زي ما بيقولوا، ولا ستارتد فريندز بدأ أصدقاء، ولا governess اللي هي المربية، ولا energy. أنت عندك حاجة اسمها ستارت سكول بمعنى بدأ الدراسة، أو ستارت ذا فاير بمعنى أشعل النار، يعني هو اللي بدأ الحريقة. في 4 بيقول لك فيها the words، الكلمات اللي جاية كذا وكذا مالهم؟ are synonyms، synonyms معناها مترادفات. مع مين؟ مع servant، كلمة سيرفنت معناها خادم. يبقى أنا عايز كلمتين في اللي جاي ده يدوني معنى زيه، زي إيه؟ زي كلمة خادم. يا ترى ماستر يعني سيد، ولا ميسترس سيدة، ولا أونر مالك، ولا أتندنت، أتندنت بيقولوا عليه مضيف، تمام، اللي هو إيه المضيف؟ اللي هو زي مثلا الناس اللي شغالة في الطيران والحاجات دي، وميد معناها خادمة. يبقى أنا عندي كلمتين يساوي سيرفنت، كلمة أتندنت تيجي معنى برضو خادم او مضيف او حاجه زي كده، وميد بتديني نفس المعنى، فبناخدهم اجابتين. في 5 بيقول لك فيها ذا فانز اوف ذا تيم، فانز معناها مشجعين، يعني الناس اللي بتحب الفريق ده يعني. هاف انكريزد ان نمبر، زاد عددهم.
The verb increased. الفعل زاد ده. And this sentence can be replaced by مين جيبه له بديل؟ Raised. Raise المعنى الحرفي ليها يجمع تبرعات أو يربي سواء كانت الأبناء أو الحيوانات الحاجات دي، ولا lifted اللي هي زي الأسانسير إنك أنت بترفع حد من دور لدور، ده الأسانسير، ولا grown بمعنى نما وازداد، ولا improved تحسن، ولا rising بمعنى ازداد. أنا هاخد grown عشان تديني نفس المعنى بتاع increased، لأن هما الاتنين يدوني بمعنى ازداد. نتحرك شوية مع الشاشة عشان رقم الصفحة يبقى أوضح بالنسبة لك، ونبدأ التمرين في الجزء الثاني منه. المرة دي هنختار إجابة واحدة بداية من جملة 6. Children don't like a person، جايب لك نفس الجملة اللي جت من شوية. الأطفال مش بيحبوا الشخص هو is cruel to them اللي قاسي معه. The adjective cruel بيسأل عن نفس الحكاية. And the sentence is a synonym، بس المرة دي عايز لها مرادف مش عايز لها عكس. طيب ناخد لها merciful، تمام، رحيم، ولا ناخد لها سافج اللي هي المعنى الحرفي ليها يعني بربري، انسان وحشي كده، ولا كومباشنت. كلمه كومباشنت معناها شخص طيب، تمام كومباشنت معناها شخص طيب. طيب يبقى كرول اللي هي معناها قاسي، تمام. ناخد لها مين مرادف ليها؟ مين المرادف ليها مش مين عكسها؟ المرادف ليها اللي يساويها كلمه سافج. سافج هو الانسان البربري، الانسان القاسي اللي قلبه فيه غلظه وكلام من ده. لان ميرسيفول معناها رحيم، كومباشنت معناها رحيم، ودول اللي احنا استخدمناهم من شويه اجابات عنهم عكسها، لكن دلوقتي انا عايز ما يساويها، يبقى هاخد لها سافج. نتحرك مع صفحه 122 عشان نكمل المينيتست الثاني اللي جاي على الفوكابلري في الوحده 9. بيقول لك فيه فراغ از تو سيرفنت، الكلمه اللي هنا بالنسبة لسيرفنت عاملة زي فيل تو باس، يبقى إذا عايز كلمة عكسها. سيرفنت معناها خادم، إيه عكس الخادم؟ اتندنت معناها برضو خادم، ميد معناها برضو خادم، ماستر يعني السيد، هي دي، ماستر السيد هو عكس الخادم، عامل زي فيل يفشل عكس باس يجتاز أو ينجح فيه. تمام. بقول لك فيها ذا نيو تكنيكس، التقنيات الحديثة هاف انكريزد، حسنت برودكشن الإنتاج. الله يا مستر، مش من شويه كنت بترجم كلمه انكريز دي على انها زاده؟ اقول لك من شويه لما كنا بنكلمك على، لحظه بس اجيب لك الجمله، من شويه لما كنا بنكلمك على الجمهور بتاع فريق معين، لما قلنا ذا فانز اوف ذا تيم، اهي ارفعها خليها لك، هي اللي ظاهره في الشاشه فوق، بص عليها كده اهي. لما كنا بنقول ذا فانز اوف ذا تيم هاف انكريزد، مشجعين الفريق زادوا مش اتحسنوا، عددهم زاد، نقول لك النمبر، يبقى العدد زاد، فقدرنا عشان كده ناخد لها جرون وناخد لها رايزن. لكن دلوقتي هو بيتكلم عن انتاج منتج، المنتج لما استخدمه معاه تقنيات حديثه تحسن، المنتج بيجي افضل مش زاد، بقيت ايه؟ المنتج بقى افضل مش زاد. فهنا الفعل انكريزد هناخد له جرون بمعنى زاد، رايزن بمعنى ارتفع او زاد، ولا ايه وبي، ولا امبروف تحسن، امبروف تحسن، لان كلمه انكريزد هو بديلها او يساويها كلمة improved. تسعة بقول لك فيها servant is synonymous with، كلمة servant مترادفة مع مين؟ مع master سيد، ولا attendant خادمة، ولا mistress، تمام، ولا leader؟ لا، ال servant synonymous هنلاقيها مع attendant، attendant بمعنى خادمة، تدي نفس المعنى. طيب فعش بقول لك فيها there is a clear increase، هناك زيادة واضحة in the number of، خد بالك بقى اهو عند نمبر هنا في زياده في الرقم، of successful students للطلبه الناجحين. طيب ذا كذا word، ذا word increase، الكلمه increase، نعم نرفع الشاشه عشان تبان الاختيارات، مالها بقى؟ and this sentence is a synonym، مرادف لايه؟ مرادف ل grew، نما، growth النمو بقى، ولا decreased يتناقص، ولا reduced نقص، برضه تناقص بس في الماضي، هلقاها جايه مع جروس نمو. There is a clear increase، في كلمه increase ان هو تعتبر اسم زياده، هناك زياده في عدد. احنا شو بقول لك فيها which of the following prefixes، كلمه prefix معناها سابقه، والسابقه دي عباره عن احرف تضاف في مقدمه الكلمه تديها معنى جديد. طيب فبيقول لك السوابق اللي جايه اللي هي الاحرف اللي هي زي ما كنا قلنا تبقى في سابقه الكلمه، makes and the antonym of kind، كلمة kind معناها عضو فاو. طيب مين الحروف الحرفين اللي جايين من دولة اللي نحطهم قدامها عشان تبقى عكس، تبقى غير طيب؟ ايه؟
ام كايند ولا ان كايند ولا ان كايند ولا نان كايند؟ عندك صيغه اسمها ان كايند معناها غير عطوف او غير رحيم او غير طيب. فالان هو المقطع اللي اضيفه على كلمه كايند، مقطع سابق يديني معنى مضاد له. نشوف فيها there is a clear increase برضو in the number of successful students، هناك زيادة واضحة في عدد الطلاب الناجحين. The word increase مصر يسأل عليها تاني الكلمة دي. And this sentence is المرة دي عايز الانتنم بتاعها، يبقى grow نما، growth النمو، decrease بمعنى يتناقص وتنفع تناقص نفس الكلمة، و reduce قلله هو جابها كفعل decrease، لأن decrease اللي تنفع نون عشان تبقى increase عكسها decrease زيادة عكسها نقص. نتحرك مع الميني تيست الثالث، وده موجود على صفحة 123 وعنوانه قدامك هيظهر لحظة واحدة بس بالظبط وهتلاقيه قدامك اهو. العنوان بتاعه اهو بيتكلم على الاكسبريشنز والايديومز والبريبوزيشنز اللي جاية برضو في الصفحتين اللي قبله على طول. المرة دي لحد الجمل اللي قدامنا بداية من واحد، هناخد بقى اجابتين. بيقول لك في أول جملة something cruel makes you، الحاجة اللي فيها قسوة بتجعلك ايه؟ feel happy تشعر بالسعادة، feel unhappy تشعر بعدم السعادة، have fun تبقى مستمتع، سفر تعاني، و have a good time يكون عندك وقت كويس. مش معقول حاجة cruel ماشي تخليك تشعر بحاجة كويسة، أكيد هتخليك unhappy أو سفر، الاتنين ينفع. في اتنين بيقول لك فيها boarding school، boarding school اللي هي بيقولوا عليها المدرسة الداخلية شباب، اللي بتبقى دراسة فيها للطلبة داخلية بيدرس ومقيم فيها كمان. is a place where children حيث الأطفال بيحصل لهم are born بيتولدوا فيها، die يموتوا، get dressed، get dressed بمعنى يرتدي يلبس يعني، ولا live يعيش و study يدرس. بيعملوا حاجتين فيها الطلبة live and study، المدارس الداخلية الطلبة بيبقوا عايشين فيها وكمان بيدرسوا فيها. طيب نتحرك مع الجملة رقم 3 ولسه برضو بنختار إجابتين. someone who has a lot of money، الشخص اللي عنده فلوس كتير and property وممتلكات can be described as، يمكن وصفه إن هو إيه؟ wealthy ثري، wealth الثروة نفسها، rich غني، poor فقير، poverty الفقر ذاته. لا، الشخص اللي عنده فلوس كتير وممتلكات بيقولوا عليه wealthy أو يقولوا عليه rich، دول الصفتين اللي يوصفوا الأشخاص الأغنياء. نتحرك مع الجزء الثاني من الميني تيست الثالث، والمرة دي هنختار إجابة واحدة، وده بداية معاك من الجملة رقم 4. هنختار زي ما قلنا المرة دي إجابة واحدة بس. I promise to، أنا أعد إني، أوعد بإيه يا عمي؟ later to make، later معناها يعني في وقت لاحق زي ما بيقولوا، تمام، to make sure everything is okay، عشان أتأكد من إن كل حاجة تمام. طيب إنك أنت بتوعد بإيه بقى؟ visit إنك أنت تعمل زيارة، ولا come around، come around برضو كأنها يأتي يعني تاني يجي في زيارة، ولا go around بمعنى يذهب في جولة؟ لا، هو بيوعد إنه يرجع تاني، يبقى visit تنفع وcome around تنفع. فكده هناخد الاختيار الاخير اللي بيقول لك ان A و B مع بعض ينفعوا، ده الاختيار دي. خمسة ولا فيها home وجايب فراغ بعدها، was probably كان من المحتمل is a solution حل، تمام، during COVID-19 اثناء pandemic الجائحة بتاعت الكوفيد 19 ربنا عافينا جميعا. طب home ايه؟ home schooling، تمام، اللي بيقولوا عليها الدراسة المنزلية او التدريس المنزلي، ولا home school مدرسة، تمام، ولا schools جمع كلمة مدرسة مدارس، ولا school، school ده اللي هو قام بعملية التربية والحاجات دي، لأن خلي بالك كلمة school جاية بمعنى يربي وتيجي بمعنى يعني لها أكتر معنى عندك موجودين في الصفحة اللي قبلها مباشرة. كلمة school جاية بمعنى مدرسة وتيجي بمعنى دراسة وتيجي بمعنى إيه الحاجات دي. طيب المهم عندي أنت عندك حاجة لما حصلت لما كان في جائحة بتاعت الكوفيد 19 عندك حاجة حصل اسمها هوم سكولينج. هوم سكولينج المعنى الحرفي ليها التعليم المنزلي، الناس بدأت تعلم أبنائها في البيوت، ما بقوش يروح المدرسة، تمام، وبدأ كانت الامتحانات نت وحاجات زي كده يعني. في ستة بقول فيها ذا لايف جارد، لايف جارد بيقولوا عليه حارس الحياة، وده بيبقى شخص موجود على الشواطئ بيسموه لايف جارد، حارس الحياة، يعني بيبقى واخد باله من الناس اللي بتعوم عشان لو لا قدر الله حد حصل له حاجة يعني. سيف ذا تشايلد، أنقذ الطفل إذا دراونينج، دراونينج معناها الغرق. طيب يبقى ايه حرف الجر اللي هنا؟ يا ترى as ولا in ولا to ولا from؟ عندها حاجه اسمها save اهي from بمعنى ينقذ من. نتحرك مع الجمله رقم 7 واللي بيقول فيها I want to take، انا اريد ان انا كذا، the school football competition، المسابقه بتاعه كره القدم اللي موجوده في المدرسه. طيب take هنا هو
لو ترجمتها حرفي معناها يأخذ، لكن لا، هي لها معنى مختلف مع حرف الجر اللي هي وراها. طب take part ولا take part in ولا take place ولا take place in؟ عندك حاجة اسمها take part in كذا، بمعنى يشارك فيه. إجابتنا في الجملة رقم 7. تمام، اللي فيها a sociable person finds it easy to، الشخص الاجتماعي يجد انه من السهل ايه بقى others، انه ايه مع الاخرين. get around، get around معناها يذهب في رحلة، يتجول يعني، ولا get on ولا get on with. get on with others بمعنى يحسن التعامل مع الاخرين او التفاعل معهم زي ما بيقولوا. فيتس بقول لك فيها هي جوت هاي ماركس، حصل على درجات عاليه. الجمله كده خلصت، خلي بالك. عايز بدايه هنا، يعني الجمله هنا خلصت في نقطه هيشوفها. تمام، بيكمل كونسيكونس. كلمه كونسيكونس معناها نتيجه. هيز فاذر، والده، بوت هيم، اشترى له ابريزنت هديه. طب ايه الرابط اللي يجي هنا او حرف الجر اللي يجي هنا؟ ات ا كونسيكونس ولا فور ولا لايك ولا از؟ از، از ا كونسيكونس معناها كنتيجه لذلك يعني. عشان اقول لك فيها all my friends went، كل اصدقائي went، اصبر عليه، went مش هترجمها دلوقتي. my opinion، my opinion معناها رايي. طيب went ايه بقى؟ along with ولا خلي بالك، خلي بالك، along هنا with الاولانيه الايه شابكه في كلمه long، لكن along دي فصلت بقى، فصلت. along كده كان بيقول لك طويل كذا، حاجه طويله. with ولا on ولا up؟ انت عندك حاجه اسمها go along with. go along with معناها agree، يتفق مع او يتوافق مع. فاصدقائه كلهم وافقوا على رايه، ده الماضي منها بس، went along with. نحرك الشاشه شويه عشان ايه، نجهز للجمله رقم 11. being busy makes people، كون الناس مشغولين بيجعلهم ايه بقى؟ touch with old friends، التواصل مع الاصدقاء القدامى. طب يبقى ايه بقى؟ be in ولا miss ولا lose ولا keep؟ الناس المشغوله للاسف ده بيحصل لها بقى lose touch with. يجي حد يقول لي يا مستر ما كلمة مس موجودة، أقول لك مس اللي أنت تقصدها بالآي مش بالإي. 12 our parents support us، والدين يعني بيشجعونا أو بيسندونا أو بيأيدونا إيه؟ everything we need، everything we need معناها كل حاجة إحنا محتاجينها. طيب حرف الجر مثلا من إيه؟ support إيه؟ أقول لك of ولا with ولا from ولا as؟ support with بمعنى يمد بي، يساند بي، كلها تنفع، اختيار كلها تنفع معاني باللغة العربية. نروح الميني تيست الرابع، وده موجود عندك على صفحة 125، وجاي للعنوان ديريفيتيفز المشتقات. هنا بقى الفعل والصفة والاسم والحاجات دي. أول جملة فيه بيقول لك فيها some bad people are، بعض الناس السيئين. إيه مواصفاتهم بالنسبة للأورفانز؟ إيه؟ الناس دي إيه؟ cruel، قاسية، ولا cruel to، ولا cruelty القسوة، ولا cruelty to؟ are cruel to، محتاج حرف جر انا فيها. ينفع اقول are cruel، قاسين، ماشي. ده الكلام ده لو ما كانش جايب كلمه تاني وراها، انا عايز اقول قاسين تجاه او ناحيه، يبقى انا محتاج وراها to، cruel to، واجيب وراها orphans بمعنى الايتام. في الدنيا بيقول فيها sometimes orphans suffer from، احيانا الايتام suffer from the، بيعانوا من ايه؟ كده انت بقى عايز نون، عايز كلمة قسوة of bad people، قسوة الناس السيئة. فين كلمة قسوة؟ cruel معناها قاسي، cruel to قاسي لي، cruelty القسوة. خلاص؟ cruelty to جاي وراها حرف جر to، مش هيجوا حرفين، مش هينفع اقول to of، يبقى انا عايز cruelty بس بمعنى قسوة. إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 2. في تدوير في indifferent، كلمة different معناها مختلف، different إيه بقى؟ وجايب كوما people do not only learn، الطلبة أو التلاميذ مش بس بيتعلموا، but they do activities، بيقوموا بأداء بعض الأنشطة as well، عايز أقول لك إيه؟ أيضا يعني. طيب إيه؟ indifferent إيه؟ school معناها مدرسة، schools معناها مدارس، schooled اللي واخدة شكل الماضي من الفعل يربي، school هنا تنفع بمعنى فعل بمعنى يربي، و schooling اللي إحنا قلنا عليه التعليم المدرسي. طيب in different schools، في مدارس مختلفة، تمام، أو متباينة، تنفع مش مشكلة معايا. الطلبة مش بس بيتعلموا، لا هذا كمان بيقوموا ببعض الأنشطة. طيب نتحرك مع الجملة رقم 4 واللي بادئة بفراغ، بيقول لك فيها includes learning different subjects، كذا يتضمن تعلم العديد من المواد. in addition to doing activities، بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات أو التمرينات. طيب إيه هنا؟
يا ترى A school، A school معناها مدرسة، schools المعنى الحرفي ليها كما كلمة مدارس، schooled جاية من الماضي من school اللي هي يربي، و schooling، schooling احنا على بعضها قلنا عليها التعليم المدرسي، يبقى نقول schooling التعليم المدرسي بيتضمن، ماشي اهي مكملة جملة، بيتضمن تعليم ان الواحد يتعلم مواد مختلفة وكمان يقوم بأداء مجموعة من ايه الأنشطة. فانا بقول لك فيها my son started، ابني بدأ ايه last September، شهر سبتمبر اللي عدى، بدأ ايه ابنه، بدأ school الدراسة ولا schools ولا schooled ولا schooling، started school، start school معناها بدأ الدراسة مش بدأ المدارس، مش بدأ يتدرس ولا ايه التعليم المدرسي، started school بدأ الدراسة. فيست بقول لك فيها هي هو كذا the horse الحصان and you can now ride it safely، ويمكنك الآن إنك أنت تركبه بأمان يعني. طيب هي سكول، سكول إحنا قلنا بمعنى يربي واخدة شكل المصدر، سكولز كلمة مدارس، سكولد الماضي من سكول بمعنى يربي أو يروض، ما تيجي مع الحيوانات يبقى أنت بتروضها، لو مع البني آدمين أنت بتربيها، سكولنج اللي هي العملية إيه، عملية التعليم المدرسي. طيب هي الجملة هنا هو في إشارة الماضي، هي سكولد the horse بمعنى روض الفرس، روض الفرس وتقدر دلوقتي انك انت تركبه بأمان. مع الجملة السابعة يا شباب، واحنا رفعنا لك الصفحة علشان تشوف رقم الصفحة وحاجة تاني، ان احنا هنحل الجملة سبعة وثمانية مع بعض في وقت واحد. بص على الجملة اللي قدامك، بيقول لك this man looks، وجاب بعد كده هو نقط في الاستوب، I haven't seen him before. لما تلاقي الصيغة اللي قدامك اقول فلان looks، هذا الشخص يبدو، اقول يبدو مثلا غريبا، يبدو مألوفا، يبدو ما اعرفش ايه، يبقى looks strange. في حاجة تاني، لما اقول this man is a، انا عايز صفة هقول عليه stranger، خلاص يبقى looks strange تساوي is a stranger، ماشي. طيب ايه معنى الجملة، هذا الشخص يبدو غريبا، طب ايه الدليل، I haven't seen him before، لم اره من قبل، سترينجلي واخد شكل الظرف مش تنفع معايا، سترينجر ما ينفعش اقول لوكس سترينجر، لكن اقدر اقول لوكس سترينج، لان كلمه سترينجر معناها غريب برضه. طب سترينجنس الغرابه ذاتها. في الجمله 8 بقول لك فيها this man is a، هذا الشخص صفته ان هو ايه؟ ان هو سترينجر مش سترينج. خلاص كده؟ سترينجر مش سترينج، يبقى الصياغه this man looks او سترينج، لكن لما اقول this man is، لا ده بقى في الحاله دي اقول ايه؟ سترينجر، is a سترينجر. برضه I haven't seen him before بتكمل معايا اني انا مش شفتوش قبل كده، وده الهدف ان احنا حلينا الجملتين دول مع بعض، عشان نقول لك ان في فرق ما بين this man looks كذا و this man is a وجايب له صفه، ماشي هجيب وراها الصفه مباشره تتغير بقى، فوق قلنا looks strange لكن قلنا is a stranger اجابتنا في الجمله 7 و8. 9 بقول لك فيها it is the job of teachers، انها وظيفه المعلمين to a students، ان هم يعملوا ايه بقى للطلبه، educate يعلم، ولا educated علم، ولا educating هو ده شكل الجرن، ولا education هو التعليم او التربيه ذاتها، لا المعلمين باب يقوموا بالفعل ده educate يعلم او يربي ايه الطلبه، تحديدا احنا بنتكلم بما ان احنا معلمين يبقى احنا بنديهم الناحيه التعليميه، وفي نفس الوقت طبعا بنديهم الناحيه التربويه. نتحرك مع الصفحه 126 عشان نكمل الجمله رقم 10 على الميني تيست الرابع، يقول لك فيها ايه؟ هي از ويل، خد بالك من الهايفن دي، ويل معناها بطريقه حسنه، ويل ايه يا عمي؟ هي اتندد ان انترناشونال سكول، كان بيدرس في مدرسه دوليه، بيفور جوينينج ذا امريكان يونيفرستي، قبل ما يلتحق بالجامعه الامريكيه، يبقى ده بنقول عليه ويل ايه؟ ويل اديوكيت ولا اديوكيتد ولا اديوكيتنج ولا اديوكيشن، عندك حاجه اسمها ويل اديوكيتد معناها متعلم تعليما جيدا، دي صيغات يا شباب. نتحرك مع الجملة 11، he has a good، هو عندي ايه good؟ محتاج هنا ناون انا، تمام؟ he attended an international school، جاب نفس الجملة فوق، before joining the American University، قبل ما يلتحق بالجامعة الأمريكية، طب عنده a good ايه؟ a good educate يعلم، educated علم، educating هو ده شكل الجرند، ولا education education تعليم، هي دي، عندك حاجة اسمها a good education بمعنى تعليم جيد، لكن فوق اقول ايه؟ well educated معناها متعلم تعليما جيدا. نحرك الشاشة شوية عشان نشوف الجملة رقم 12 واللي بيقول لك فيها those who never work hard، أولئك الذين لا يعملون بجد will achieve nothing but
سوف لا يحققون شيئا الا، وعايز اقول لك ما عدا كذا يعني، ان لايف في الحياه اند وورك والعمل. طب طالما ان هو لا بيشتغل ولا انسان مجتهد ولا اي حاجه، يبقى ده هينجز ايه؟ هيحقق ايه؟ سكسيد ينجح، سكسس النجاح، فيل يفشل، وفيلير الفشل. هي دي فيلير الفشل، هي اجابه الجمله رقم 12. 13 بيقول لك فيها those who never work hard. الله ده جاب نفس الجمله those who never work hard، لحد هنا تمام. ويل بس شال بقى، شال achieve nothing والدنيا دي in life and work. يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز الفعل ذاته. يبقى نقول لا سكسيد ينجح، ولا سكسس النجاح، ولا فيل يفشل، ولا فيلير الفشل. ويل يبقى جاي وراها فعل في المصدر وكمل، يبقى فيل هي الاجابه الوحيده الصحيحه. نتحرك مع صفحه 127 عشان نلاقي عليها الميني تيست الخامس على الفوكابلري بتاع الوحده 9. وهنا بقول لك كلير ده كونفيوجن، توضيح العمليه الخلط او اللي بيقول لك ايه فيها فرق والحاجات دي. طيب هي از ان اي درايفر، نقول عليه اكسبرتس، ده جمع كلمه خبير كده معناها خبراء. اكسبيرينسد معناها عنده خبره عاليه في شيء معين، واكسبيرينس الخبره ذاتها، واي بي مع بعض. اي وبي مع بعض، لا انا هقول عليه هيز ان اكسبيرينسد درايفر، معناها هو سائق مخضرم زي ما بيقول. بعدين بقول فيها هي از كذا ان درايفنج، ايه بقى الكلام هنا؟ هقول عليه هيز اكسبرت، خبير، مفيش اس هنا خلي بالك اهو. ولا اكسبيرينسد معناها مخضرم، ولا اكسبيرينس خبره، ولا اي وبي. هتلاقي ينفع اقول هيز اكسبرت تنفع، وينفع اقول هيز اكسبيرينسد، يبقى اقول ان اي وبي ينفعوا مع بعض، فهاخد الاختيار دي. تالتة بقول فيها his parents died، والديه مات، and he became a or an، واصبح ايه؟ orphan، يتيم، orphans ايتام، orphanage اللي هي دار الايتام، وعندي orphaned بمعنى يعني جعله يتيما يعني. طب he became an orphan، اصبح يتيم. طيب نتحرك مع الجمله رقم 4، ودي بيقول لك فيها خليها ظاهرة قدامنا، بيقول فيها war has، الحروب ايه؟ a lot of children، has ايه بقى؟ orphan، orphans، orphanage، ولا orphaned، orphaned بمعنى يتمت والعياذ بالله، لان احنا قلنا من شويه الفعل orphan بمعنى يجعله يتيما، تنفع. هنا طبعا مضارع تام، فهجيب تصريف ثالث، has orphaned a lot of children، الحروب يتمت العديد من الاطفال، ربنا يعافينا يا جماعه. خمسة بيقول فيها his parents died، والديه مات، and he was sent to live in a، وأرسل الحياة في إيه؟ راح يعيش فين؟ orphan يتيم، orphans أيتام، orphanage دار للأيتام، ولا orphan يتم؟ هنقول orphanage راح يعيش في دار للأيتام. في جملة رقم 6 بيقول فيها he's كذا here، هو إيه بقى here؟ he is strange، ماشي؟ ولا stranger؟ ولا strangely؟ ولا إيه وبي مع بعض؟ he is strange، هو غريب، تمام؟ لو كنا جبنا كنا هنقول وراها سترينجر، ما كناش هنقول سترينج. في الجمله السابعه والاخيره هيز كذا هير، جاب يبقى اقول سترينجر، خلاص؟ يبقى شوف الفرق ما بين سته وسبعه، هي از، يبقى انت ليه سترينج، تجيب الصفه على طول من غير تمام؟ لكن جاب يبقى هقول سترينجر، ما مش هجيب سترينج، مش هينفع اقول سترينج، لا، قلنا هي از سترينج، لكن ما اقدرش اقول هي از سترينجر، لكن لما جاب لي بقت هي از ا سترينجر هير. ده الفرق ما بين 6 و7. في 6 قلنا هي از سترينج، لكن هي از ا يبقى تقول سترينجر، ده الفرق بينهم. بكده يا شباب يكون انتهى الميني تيست الخامس على الفوكابلري بتاع الوحده 9، لكن تدريباتنا على المنهج بتاعك ان شاء الله لم تنتهي بعد، هناك المزيد والمزيد من تدريبات المنهج بتاعك، انتظرنا ان شاء الله مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم وبركاته.